شرط الزواج لازم يكون لندني. ضرائب فواتير سكرتيرة المدير سر كبير لي ترى بيزيد والله انا ما دخلني انا صلاح ايه نشوف بسم الله الرحمن الرحيم من هدول؟ منو انت؟ انا سميحه شبك مين سميحه؟ لك سميحه مرتك شبك صلاح سلاما قول من رب الرحيم يا لطيف على شوف هي اللي شفتها يا لطيف طيب خلص حبيبي اهدى اهدى وسمي بالرحمن شو ظاهر كنت شايف لك شي منام تقيل ما هيك؟ تقيل وبس؟ قولي فيلم رعب بالمعنى والافكار مسلسل مكسيكي من كتر مو طويل طيب قوم حبيبي قوم غسل وشك والحقني على الارض الديار القهوه جاهزه تحت يلا قوم انا سابقتك ايه صلاح احكي لي لشوف شو بدي احكي لي المنام اللي كنت شايفه اعوذ بالله شو احكي لك يا هالمنام بالذات ما بينحكى لحدا ابدا بقى الله يرضى عليك يا سميحة انسي تماما ولا تذكريني فيه لا من بعيد ولا من قريب بيكون احسن اوف وليش ما بينحكى بقى هيك من غير ليش ومن امتى كنت تخبي علي اللي بتشوفه بمنامك صدقيني يا سميحة انا ما تعودت خبي عليك شيء بس هالمنام بالذات ما بينحكى لك افهميني مشان الله سميحة عم اقول لك ما بينحكى منو شيء معناها في شيء ايه طبعا في كل شيء ايه وشو هالشيء بقى ارجوك يا حبيبتي سميحة والله العظيم ما بسترجع احكي بقى لا تضغطي علي وارحمي اعصابي اذا كنتي بتحبيني مشان الله بس ما حكيت المنام عني لا لا شو دخلك انت انت بعيده عن الموضوع بعد السماء عن الارض شوف لا تطول وتقصر وتفول لي دمي صلاح اكيد المنام عني انا واثقه انه المنام عني انت اكيد شفت بمنامك انك تجوزت وحده تانية اصغر مني واحلى مني ولا وحشني انا اولادي ببيت اهلي بعرف ولك سميحه لا يروح فكرك لبعيد يا خساره يا صلاح هلا هي اخرت معك شو عليك؟ ماشي الحال، عمال وكتر لقلك عمال وكتر، بس تعرف مو الحق عليك، الحق علي أنا اللي تعرفت لك الحق طولي بالك يا سميحة، ليش خطفتي الكباية من راس المعون؟ أقسم لك إنه هالمنام مو عنك لا تقسم، لا تقسم ولا تعذب حالك، لأني ما رح صدقك شو ما عملت، طبعاً أصلاً أنت من زمان هافة نفسك على ما تطق لك جوازة تانية، نسيت؟ نسيت يا سيد صلاح كيف كانت عيونك امبارح 10/10 على فيلم الزوجة الثانية لك شو دخل الفيلم أنت الثانية؟ اسمع صلاح فتح عينك هالقد انا ما بسمح لك ابدا انك تشوف هيك منام مره تانية وانا موجوده عندك بالبيت ها ولا والله والله بحمل حالي وبنت على الاولاد وبحرد لبيت اهلي وما فرجيك كل شيء طول عمري ها فهمت ولا ما فهمت ها مرت عمي عنا اهلا وسهلا ومرحبا شو هالمفاجاه الحلوه قسما بالله يا مرت عمي. عود بلكونك عود بلكونك لا يا مرت عمي ليش عم تحكي هلا انا هيك انا مكونك لا هات لشوف احكي لي شو هالمنام اللي شايفه ما عم تقبل تحكي قدام حدا حتى انت يا مرت عمي بالظاهر كثير لامك مو هيك وليش لحتى ما قلنا امي هي ولازم تعرف كل الاعيبك ولا شو فكرني مقطوعه من شجره شوف صلاح اذا كنت شايفني بمنامك انه انا متت وانت طالع بجنازتي فهالشغله هي ما رح مرق لك اياها منو رح اخذ الاولاد وبنتي وروح على بيتي وكل منا يروح بحال سبيله يا طولي بالك مرت عمي طولي بالك مو لهالدرجه معناتها مزبوط شفتي شلون يا سميحه طلع حزري بمحله وينك انت من زمان بتتمناني انه موت بس ما رح افرحك طق قاعده على راس قلبك ها وان شاء الله الله بيجعل يومك قبل يومي يا حقود يا لئيم روحوا عنا يا انا فايت نام احسن شيء ايه طبعا لك عم بدك تفوت تنام منشان تشوفني مره تانية بالمنام ميته وتطلع بجنازتي شو عليه انا فرجي انت متاكد من هالحكي اللي بالتقرير طبعا سيدي وما قدرتوا تعرفوا شو شاف بمنامه لسه ما حكى لحدا بس اكيد في شيء مخالف للقانون طيب يا ابني لك نروح اعمل له استدعاء وخليه يجي لاعرف شو القصه حاضر سيدي شو رقم الفرع قلت لي؟ الفرع 14 عفوا شو يعني فرع 14؟ بإيش مختص؟ بالمنامات والأحلام المنامات؟ ليش صار عنا في فرع للمنامات والأحلام؟ أي طبعا تفضل يا سبحان الله وقع لي هون وين هون؟ هون فوق يا أهلين
وعتأخرها؟ لا لا أعوذ بالله، معقول يتأخر؟ يا أهلي وسهلي مرحبتين، الله معكم، مع سلامة، أهلي بالشباب الطيبة. ايه يا سيد صلاح، هات لشوف، خبرنا. قال شايف منام مكركب. عفوا، شو عرفكم سيدنا؟ لا هاي ما بريدها منك. شو نسيت انك بفرع المنامات والاحلام، وانه نحن منقدر نعرف كل واحد فيكم بشو عم يحلم؟ يعني عرفتوا شو شفت بمنامي سيدنا؟ طبعا عرفنا، بس بدنا نسمع منك. هل من تمك أحلى يا كحلة؟ سيدنا الله وكيلكم، ما شفت شي غلط. لكن ليش ما بدك تحكي؟ بصراحة يا سيدنا يعني محرج شوي. شو محرج وما محرج؟ بدك تعترف بالزو ولا شلون؟ بشو بدي اعترف سيدنا؟ بالمنام اللي شفته سيدنا. والله ما بعرف، يعني منامه مخربط، شي من الشرق شي من الغرب. طيب بسيطة، نحن بنعرف شغلنا. حتى الفيش يا ابني. حاضر سيدي. انو فيش؟ فيش الكهرباء. ليش بدكم تحطوني على الكهرباء يا سيدنا؟ انو كهرباء هي؟ هالوسائل بالاستجواب بطلت بكل انحاء العالم، هلا طالعوا وسائل احدث منا بكثير. شو طلع بداله؟ شو طلع بداله؟ طمني يستر عرضك. انتظر شوي، هلا بتشوف بعينك. شو ناويين تعملوا فيه يا سيدنا؟ لك اسكت بقى، خلص العبش وبصلتك محروقه. سيدي مشان الله شو راح تعملوا؟ اقول لك شبك مقطوع على الباب، خلص لا تخاف. شلون ما بدي خاف يا سيدنا؟ خلص صلاح، حاجتنا اترك العنصر يعرف يشتغل. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، سلمت امري للباري عز وجل. يا رب، يا من رحمتك وسعت كل شيء، ارحمني أنا عبدك الفقير إلى مرضاتك، الحقير أمام عظمتك. أنا المعتر المشنطط المنيل على عينه بستين نيلة، لا أسألك رد القضاء ولكنني أسألك اللطف فيه يا رب العالمين. سيدي وصلت الصورة للكمبيوتر. سيدي مشان الله فهموني شو هاد، حتى إذا متت موت موتة العارف مو موتة الجاهل. هلأ راح نشوف المنام يلي شفته من يومين. عفوا سيدنا، شلون بدكم تشوفوا المنام يعني؟ هلأ راح يطلع هون على هالشاشة. الوضع العام متزمر. قلك الله لا ينعم عليك. لك شو جنيت انت؟ ليش عم تحكي معي؟ عود عود، وحاجه بقى تحتد وتنفعل بلا طعم. يعود، انا كاشفك وبعرف عنك كل شيء. شو بتعرف عني بقى؟ احكي. مناقصه قطع التبديل، انت اللي مشيتها للشركه الاجنبيه وقبضت عليها 20,000 دولار وحطيتهم بجيبتك. لجنه المشتريات عم تقاسمهم وتحاسبهم بالنص 50-50. شو مجنون انت ولا مختل؟ أنا عندي بهالمصنف كل الإثباتات ضدك. أولاً أنت حرامي مرتشي ومتسلق، ثانياً أنت انتهازي ووصولي ومسيح جوخ، وفوق لها خطك حلو ونازل سلخ تقارير بهالموظفين على أبو جنب. دخيلك يا أستاذ صلاح،
وطي صوتك، هلا حدا بيسمعك. وإذا سمعوني يعني أنا بدي أخرب بيتك. لا لا، دخيلك، داخل على عرضك، استرني الله يستر عليك دنيا وآخرة، شو بدك أنا بسوي؟ اشلاح من رجليك وامشي حافي واسبقني على أبو يلا. أوان؟ إيه، على عيني. يلا خلصني بلا نياطة. كاري اشلاح حنجر؟ لك يلا بقى! انتعوا بإيدك. امشي. استاذ صلاح، ما لقيت غير المدير العام تبعك ترفعه فلا؟ سيدنا منام. الله وكيلك منام، يعني حلم، افلام اضغاص، اضغاص افلام، اضغاص احلام. بسيطة بسيطة، خلينا نشوف شو في كمان. كما اننا سنسعى جاهدين لتأمين كافة المستلزمات الضرورية لرفض القطاع الصناعي. إن هذا القطاع الصناعي ولك يا جماعة، هذا المسؤول عم يخرط علينا، عم يلعب بعقلنا. شايفينه هاد يلي قاعد عم ينظر على التلفزيون وعين الله عليه؟ هذا عنده قصر بالصلاوي وفيلا بيعفور وبناية بالمزة وثلاث بيوت بضيعته وعنده رصيد سري ببنوك برا، وهلأ أولاده ناويين يفتحوا شركة رصيدها 150 مليون ليرة. بقى من أين لك هذا حبيبي؟ من أين؟ من أين يا مرضي الوالدين؟ معقول؟ عجز الحكي؟ وشو عرفك أنت؟ لك يا جماعة أصحوا، أصحوا منيح، انتبهوا، اطلعوا شو عم يصير حواليكم. حامل خطة بقلب الشنطة وراح نفذها ب16 آب. كذاب كذاب والله العظيم كذاب. عندي دراسة كتير حساسة فيها بوظف كل الشباب. كذاب كذاب والله العظيم كذاب 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 والله العظيم كذاب. انت بتعرف مين هالمسؤول يلي كنت عم تحكي عنه انه كذاب وعم يخرط؟ نعم سيدنا بعرف. ايه بسيطة، كل شي بحسابه. لمين هاي السيارة ولك؟ لمين يعني؟ للبابا. وشو بشغل ابوك انت؟ يعني ما بين بالسيارة شو بشتغل؟ مسؤول فوقاني. مسؤول فوقاني؟ ولك بلا فوقاني بلا تحتاني. ايش عم تضرب؟ هاي السيارة ملك الشعب، فهمت ولا ما فهمت؟ هات عطيني وراقك لشوفك. ايش مين انت؟ شو بدك من وراقك؟ ايه عم تتوقع كمان ولك؟ خير يا مواطن، شو القصة؟ شايف هاد اللي واقف قدامك؟ ايه ابن مسؤول هاد، وكان راح يدعسني بالسيارة. أعوذ بالله، وإن شاء الله ما صار لك شيء. لا الحمد لله ما صار لي شيء. ولك بدي أفهم، إمتى بدنا نخلص منكم بقى؟ لك ريته وجع قلبي ولا قلبك يا أستاذ. تفضل. شراب من طاسة الرعبة. لك ريته صحة وهنا. تعال معي لشوف، تعال. إذا بتحب يا مواطن ترفع عليه دعوة، شرف معي على المخفر. لا مالي فاضي مستعجل، انتوا تكفلوا بالموضوع. طيب بس ما بدك، بس يا ريت تصادروا سيارة الشعب احسن ما تضل واقفة بنص الطريق. ايه خلاص خدها انت، انت مو من الشعب. بلا لك من وين؟ اصبح لك كان روح دور فيها دورتين بعدين جيبها على المخفر. شرف معنا، شرف، امشي. سيارة الشعب مع هيك؟ سيدنا منام، الله وكيلكم منام.
منام بسيطة. خلينا نكمل. ممتع ما هيك؟ سيدنا منام، الله وكيلك منام، ويلي بياكل وبينام، ما له منام. بسيطة. مرحبا أخي. أهلا وسهلا. أنت صلاح طبشورة؟ ايه أنا. يشرف معنا. لوين بدي شرف؟ شو لوين؟ لعنا على الفرع. وشو بدي روح أعمل عندكم بالفرع حبيبي؟ ولا شي، فنجان قهوة على السريع. إيه لا لا حبيبي معليش، اشربها أنت، مو جاي على بالي أنا القهوة، بتعملي عصبي. هلا لا تتبارد علينا وشرف معنا، خلصنا. إيه على عيني بمشي. بس أولا أنتم معكم مذكرة رسمية بإلقاء القبض علي؟ لا ما معنا. ولك لكان شلون جايين تقتادوا مواطن من نص بيته دون ما تبرزوا مذكرة رسمية؟ بتعرف انت وياه اني بقدر اخرب بيتكم هلا؟ مشان الله ما توخذنا استاذ، نحن العبد المأمور، وشو بيطلبوا منا مننفذ، ويمكن نسوا يعطونا المذكرة. تفضل انت وياه برعلاك مصدي، تفضل بلا ما ترود، ويا ويلكم اذا بترجعوا مرة تانية وبتدقوا هذا الباب بهالاسلوب الهمجي. طيب اخي ما في مجال تتكرم علينا وتجي معنا؟ شي؟ لك شو ما تفهم عربي انت وياه؟ طيب عفوا استاذ نحن قلت لكم تفضلوا بلا ما ترود، يلا يلا من هون يلا اطلع. شو يا استاذ صلاح مبين اويان عصا كتير. سيدنا منام، الله وكيلكم منام. منام يا سيدي شروي غروي. على كل بكفي لهون، نحن أخذنا فكرة كافية وافية عن مناماتك. سيدنا الله وكيلكم، أنا مالي ذنب، يعني بتعرفوا سيدنا الواحد صعب يتحكم بمناماته. بجوز، بس هيك منامات ما بتجي من فراغ. شو قصدك يعني سيدنا؟ يعني لو ما كنت عم تفكر فيها بساحة اللاوعي تبعك، ما كان عقلك الباطن أفرز هيك مشاهد. سيدي أنا لا تبرر، لا تبرر نهائيا، أنت مدان والغلط راكبك من راسك لرجليك. بعدين هيك أمور خطيرة ممنوع تفكر فيها أو تحكي فيها أو حتى تشوفها بأحلامك. سيدنا دخيلكم، أنا غلطت ومنكم سماح، والعفو يعني دائما من شيم الكرام، وأنا بوعدكم وعد صادق حر أني ما أشوف هيك منامات مرة تانية طول عمري. بالعكس بوعدكم يا سيدي ما نام طول عمري، ومثل ما بيقول المثل لا بدي نام بين القبور ولا بدي أشوف المنامات الوحشة. شوف يا صلاح، انت حتى تكون مواطن صالح لازم تبيض صفحتك وتلمع صورتك عنا. شلون سيدنا؟ دلوني بترجاكم. يعني باختصار لازم تشوف مناماتك على كيفنا نحن، مو على كيفك انت. حلو كتير، عظيم يا سيدي، انا جاهز وبتمنى يحصل معي هالشي. بس المشكلة يا سيدي كيف ممكن اتحكم بمناماتي؟ مو مشكلة، هذا شغلنا نحن، نحن منتحكم فيها. انتو سيدنا؟ طبعا، شو مفتكرنا قاعدين هون عم نكش دبان؟ شوف يا صلاح، انا رح ساعدك وحولك لمواطن صالح غيور على المصلحة العامة. طيب وانا من ايدكم هي يا سيدي لايدكم هي يا سيدي. يا فؤاد عطيني شريحة الكترونية من عندك. شرفوا سيدي، يعطيك العافية. شايف الشريحة يا صلاح؟ هي شريحة إلكترونية متطورة جدا جدا، وصينا عليها خصوصي من اليابان، وهي مبرمجة بمعرفتنا وأكيد رح تفيدك كتير. وشو بدي أعمل فيها هي يا سيدنا؟ بتلف على راسك قبل ما تنام، وبتستعملها 4 لـ5 أيام، وبعدين بترجع لنا إياها. عفوا، وشو بتعمل هي يا سيدي؟ خلاص قلت لك رح ترتاح. وينك يا ابني؟ نعم سيدي. خده خليه يوقع على وصل باستلام الشريحة. حاضر.
حاضر سيدي. طيب سيدي، أنا خالص هيك يعني؟ خالص، بس لا تنسى تجي لعندي بعد 4 أيام. لا لا لا، ما بنسى، كتر خيركم، فضلتوا على رأسي يا سيدي. سلام عليكم. مع السلامة، الله معك. تفضلوا يا سيدي، وهي شريحة. واستفدت منها؟ ايه والله يا سيدي استفدت، وكتر الله خيركم فضلتوا على راسي. وما عاد شفت أحلام ممنوعة؟ يحرم علي يا سيدي، يحرم علي. طيب هلا بنشوف. وصل له هالكهرباء على راسه وشغل لي هالأجزية. حاضر سيدي. مرحبا عمو، الحمد لله على السلامة، إن شاء الله ما تكون ارتعبت حبيبي. لا ما ارتعبت؟ لمين هي السيارة حبيبي؟ لبابا. للبابا؟ شو بيشتغل البابا؟ مسؤول. مسؤول؟ لك يا أبر عظامي، يا حق على هالخلفة. أمانة سلم لي عليه كتير أمانة، قل له في مواطن اسمه صلاح طبشورة بياخد خاطرك وبيسلم عليك. ماشي. حلوة السيارة، تتهنى فيها، حلوة بس صغيرة عليك شوي، ما هيك؟ إن شاء الله مرتاح بسواقتها عمو. مو كتير. طيب ليش ما بتقول للبابا يغير لك ياها حبيبي؟ قال بس انجح الصف التاسع بغير لي ياها. اروح اروح، إن شاء الله بتنجح لكان، ربي ينجحك وتكون من المتفوقين، يطعمني ولا يحرمني يا حق. إلهي سيدي ومولاي، تنظر بعين العطف والرحمة لهالطفل البريء هاد وتنجحه للصف التاسع يا رب، وتسدد خطى والده الكريم وكل المسؤولين يا رب، يا أرحم الراحمين. عظيم عظيم، يبدو أنه النتائج مرضية. إيه الحمد لله، 100,000 الحمد لله يا ربي. بهنيك من أعماق قلبي يا أستاذ صلاح، فعلا العلاج نجح 100%، وهلأ صرت تقدر تفتخر بأنك مواطن صالح، وصرت تقدر تنام قرير العين هانيها وتشوف أحلام سعيدة. كتر خيركم يا سيدنا، هذا كله بفضل حرصكم على الصحة النفسية والعصبية لكل المواطنين. ولو يا أستاذ صلاح، هذا واجبنا. طيب يا سيدي، بقدر أمشي هلأ أنا؟ طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مع السلامة. الله يخليك. بثق تماما بأنه أبوابنا مفتوحة ليلا نهارا لكل المواطنين، وهدفنا فقط أنه نحقق الأحلام السعيدة لكل الناس. الله معك. شكرا. حل دائر لا 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 قلت الله بالله، ضيع الطاسي الوزارة الوزارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شو هالمنام اللي شفته؟ أعوذ بالله. شو رأيكم؟ روح راجعون ولا استنى حتى يطلبوني؟ لأنه على ما يبدو بعد ما طبت رجعت انتكست.